عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لقاء افتراضيا مع الجالية المصرية في الأردن ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة. وأشارت السفيرة سهى جندي إلى تيسيرات استقدام السيارة من الخارج وتخفيض الضرائب والجمارك المدفوعة بنسبة تصل لنحو 30% تنتهي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنها فرصة قد لا تعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أي جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض وإتاحة الشراء في المناطق الحرة في مصر. خلال زيارته الحالية للقاهرة قام رئيس وزراء الصومال والوفد المرافق له بزيارة إلى معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وخلال الجولة أشاد رئيس وزراء الصومال بما شهده والمستوى التقني العالي لمعهد الصحة الحيوانية، مؤكدا أن لدى الصومال ثروة حيوانية تقدر ب40 مليون رأس ماشية بالإضافة إلى 8.5 مليون هكتار أراضي زراعية، قائلا إنه يتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة وتعزيز علاقات تعاون بين البلدين. استقبل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي سيتم تنفيذه في 28 قرية بمركز كفر سعد، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصال الاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ عدد 9 أسواق وعدد 11 موقفا وعدد 5 وحدات إطفاء. قامت وزيرة خارجية ألمانيا بزيارة مفاجئة إلى مدينة خاركيف شرقية أوكرانيا ووعدت بتقديم مزيد من الأسلحة لكييف. وعبرت وزيرة الخارجية الألمانية في بيان قبل الاجتماع مع نظيرها الأوكراني عن دعم ألمانيا وتضامنها مع الأوكرانيين الذين يئنون تحت وطأة الحرب التي تشنها روسيا وظروف الشتاء القارس. قال كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان إن هناك محادثات جارية بين النادي وليونيل ميسي بخصوص تمديد عقده، مضيفا أنه لم ولن يتحدث مع بطل العالم في هذا الموضوع. وفي سياق متصل أجرى باريس سان جيرمان تدريبه استعدادا لمواجهة أنجي ضمن الجولة 18 للدوري الفرنسي.